هلو هامسترز، في هذا الفيديو جيت باش نشارك معكم الطريقة كيفاش نديرو نحلو الميني جيم ديال اليوم ونحصلو على المفتاح. فلا بغيتو تحلو الميني جيم ديال اليوم اللي هو 7 شتنبر 2024، فهم عليكم إلا تبعو لي زيتاب سويفون. أول حاجة غادي نديرو غادي نضغطو على ميني جيم. إذا بعد ما ضغطنا على ميني جيم غادي نضغطو بهذه الطريقة على بازل جيم، من بعد غادي تسناو تعطي معنا اللعبة باش نضغطو على بلاي. إذا كما كتشوفوا بهذه الطريقة كنضغطو على بلاي وكنبداو اللعبة بهذه الطريقة. إذا كما كتشوفوا كنبداو نحركو البازلز بهذه الطريقة باش نصنعو مساحة للمفتاح. فكما كتشوفوا البازل ديال اليوم كانت شويه كومبليكي ولكن نحلوها مع بعضياتنا. اذا كما كتشاهدوا بهذه الطريقه هذه طلعت دوك البازلز الحمر باش نلقى مساحه المفتاح منين ندوزو. اذا كما كتشوفوا ما عليكم الا تقلوا الفيديو باش تقدروا تنجزوا المهمه ديال اليوم وتحصلوا على المفتاح. اذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا مازلت كنقلب على مساحه المفتاح منين يدوز. اذا بهذه الطريقه حركنا البازل الحمراء، من بعد كنحركوا دوك الكاندلز الخضر اللي لتحت. اذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا كتبقى لنا غير ديك البازل الحمراء، نشوفوا لا تركي نديرو ندوزو. وابخي كما كتشوفوا بهذه الطريقه كنحلوا المهمه وكنحصلوا على المفتاح وكنكونوا نجزنا المهمه ديال اليوم. بهذه الطريقه كنحصلوا على المفتاح وكنكونوا نجزنا جميع المهام اليوميه ديال هامستر كومبات. فلا كنتي مهتم بانجاز جميع المهام اليوميه ديال هامستر كومبات كما كتشوف قدامك، فما عليك الا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وما تنساش تخلي لنا لايك وتعليق زوين. نشوفكم في الفيديو الجاي.